فيلمنا النهاردة بيبدأ بالمشهد الافتتاحي سنة 2050، لما ناس كانت مرعوبة علشان مفكرين ان يوم الحساب جه خلاص، بسبب ان في 90 مليون شخص اختفوا من على الارض لاسباب مش معروفة. وفي الوقت ده كان في رئيس جديد للامم المتحدة، وكان بيحاول ان هو يكسب شعبية بين السكان، بس ما كانش عارف يرد على سؤالهم، واللي كان هل فعلا ده وقت الحساب ولا الناس كوكب الارض يعني بيتعرضوا لغزو فضائي. والفترة طويلة كده حالات الخطف دي كانت بتحصل، والمشكلة انها بتحصل فجأة حتى لو السياسيين حاولوا يحذروا الناس. وفي نفس الوقت السياسيين دول برضو بينكروا ان ده مش وقت الحساب، لان مفيش دليل علمي بيثبت ان النهاردة يعني هيبقى النهاية. وعلشان كده يعني الناس بدأت تركز على موضوع الغزو الفضائي والظواهر الطبيعية والغير طبيعية. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ان جوسان ستونيجيل قرر ان هو يشتري اكبر شركة نظم ومعلومات واسمها عدن، وكان عاوز يعني يبني معبد علشان في ناس بقت خايفة انها تصلي من كتر الرعب، وان دي يعني هتبقى نهايتهم. ده غير معدل الجرائم الحكومية زاد جدا، وعدد حالات الانتحار بقى مهول. وواحد من الناس اللي خسر عيلته هو الطيار رايفورد ستال، والمراته كان اسمها ايرين، وكانت بتحاول تفهم سبب اللي بيحصل، بس الموضوع زاد عن حده. وكانت بتروح الكنيسة يوميا واوقات بتبات هناك، ومفكرة ان في عصر جديد هيبدأ، بس جوزها ما كانش مقتنع بكلامها، بس ما كانش بيجادلها بكده، وكان شايف ان كل حاجة اتغيرت من ساعة ان جزء يعني من الركاب اختفى من طيارته في نص رحلته، وكان على ارتفاع عالي جدا من الارض. وهو دلوقتي بيلوم نفسه علشان ما فكر ان مراته وابنه اختفوا بسببه، علشان ما كانش مؤمن ان دي نهاية العالم. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الصحفي باك في البرنامج التلفزيوني بتاعه وبيتكلم على اخر حالات اختفاء في الفترة الاخيرة، والعالم يعني واجه زيادة كبيرة في نسبة الجرائم الخطيرة، والخبراء متوقعين ان المعدل هيزيد اكتر من كده، ومحدش عارف وباء الشر ده سببه ايه. والدكتورة اللي باك كان مستضيفها يعني قالت ان هيبقى في موجة تانية من حالات الاختفاء وهتيجي في اقرب وقت، وباك كان مذهول من التصريح ده. والدكتورة بتأكد ان كلامها مزبوط علميا باحدث اجهزة الكمبيوتر، بس باك محتار وسألها عن البيانات اللي جابوها يعني عشان الكمبيوتر يتوقع حالات الاختفاء الجاية. بس في اللحظة دي البث انقطع فجأة، ورايفور قال لبنته كلاوي ان وقته جه بقى عشان يرجع تاني لحياة الرحلات الجوية. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف المذيعة باك وهو متعصب وراح يشوف مين اللي قطع البث بتاعه، وقابل مخرج الاستوديو وقال له ان هو ما يعرفش يعني يتجادل مع الرئيس بخصوص الموضوع. وبعد كده باك راح لمكتب رئيسه وعرف منه ان هو الاستوديو هيوقف شغل الفترة ومش هيقدر يتجادل معاه بخصوص الموضوع ده اكتر من كده. بس باك كان متعصب عشان بيحاول يحل قضية ملايين خسروا احبابهم وقرايبهم، وعاوز يشرح للناس ايه اللي حصل، ومش مجرد كلام خبراء وخلاص، ده كفاية حالات الانتحار اللي بتحصل. وفي نفس اللحظة السكرتيرة دخلت عليهم وقالت ان في مقالة انتشرت بتقول ان نيكولاي كارباسيا السفير القديم لرومانيا هيبقى الامين العام للامم المتحدة. وساعتها الرئيس هدد باك انه لازم يسمع كلامه الا هيمشي من الشركة خالص. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف باك بيتفرج على فيديو لشخص سياسي بيتكلم عن كل حكومات العالم، وبيطلب منهم يتحدوا ويبقى دولة عالمة لوحدها. وبعد كده اتصل على صاحبه ديريك واقترح عليه يتقابلوا علشان يتناقشوا في الموضوع الشخصي ده. وفي وقت الاجتماع بتاعهم بدأ ديريك يتكلم عن كتاب بتاع شركة من شركات التحليل اللي احتلت السوق وسربت بيانات والأمم المتحدة مش متأكدة منها، بمعنى تاني انهم عاوزين يدعموا القضية بشوية بيانات متفبركة، بس الواقع هم مش معهم اي بيانات اصلية عن عدد يعني واسم الناس المخطوفة، وده معناه انهم بيخلقوا الازمة دي بنفسهم. وبعد كده ديريك حاول يوضح رسم تخطيطي، بيقول ان في عدد قليل من الشركات بتسيطر على العالم من ناحية استغلالهم ل 15 قناة تلفزيونية و 120 محطة اذاعية و 300 جريدة وحتى شركات الادوية، ومن بينهم اسم شركة مدير الشغل بتاع باك. وساعتها باك اعترض على النقطة دي وقال ان في مجموعة من رجال الاعمال معروفين هم اللي بيديروا محطة التلفزيون دي، بس ديريك قال له يعني ان محدش شاف رجال الاعمال دول ولا سمع عنهم قبل كده، ده غير ان عائلة ستون ايجل هي اللي مسيطرة على الشركات دي كلها، وهي اللي كانت بتخطط طول السنين اللي فاتت انها تعمل قلق بين الناس عشان تخلق لهم يعني حلول متفبركة ويعرفوا ان دي مجرد ظاهرة طبيعية. وفي الوقت ده باك كان مضايق جدا عشان كان على طيارة وقت ما حالات الاختفاء دي بدأت تحصل، وكان معاه بنت جميلة اسمها كلوي، وعرض صورتها يعني على صاحبه. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف كلوي بتحاول تقرأ في الإنجيل وبتسأل نفسها
كان إيه اللي ممكن يحصل لو أمها ما قريتش منه؟ وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفها راحت تقابل باك اللي قالها على كل اللي ديريك قاله، واعترف إنه مش عاوز يشارك يعني في اللي شركته بتعمله، وهو متضايق جدا يعني من ثقة الناس فيه علشان كان مفكر إنه بيقولهم الحقيقة. بس للأسف الموضوع كله طلع متفبرك، وفي اللحظة دي كل الناس جالها رسالة على موبايلها بتقول إن في موجة تانية هتبدأ وحالات الاختفاء هتزيد جدا. وساعتها باك راح الاستوديو بسرعة وحاول يدور على شاهد واحد على الأقل يكون شاف شخص اختفى، وحتى المضيفين اللي كانوا معاه كانوا بيقولوا إن في مصادر كتير مختلفة بتأكد الكلام ده، بس باك مش مقتنع وما شافش أي مصادر موثوق منها، وحتى المصادر الموثوق منها ممكن تبقى متفبركة عادي جدا، ودلوقتي التكنولوجيا الجديدة ممكن تعمل أي حاجة. وفي وقت من قريب يعني الناس كانت بتعشق التكنولوجيا دي ومستعدين يموتوا نفسهم عشانها، فبالك بقى لو التكنولوجيا دي كانت في إيد الأبطال وقت الحروب، لأنها كانت هتبقى عبارة عن قوة سحرية ويفوزوا بيها في الحرب في ليلة واحدة بس. وبعد كده باك والضيوف اتفرجوا على الأخبار وعرفوا إن في مؤتمر للأمم المتحدة، ولا يتكلموا فيه عن المجهودات اللي هيعملوها علشان يعني يرجعوا السلام النفسي للعالم من تاني، ويعرفوا السبب اللي بيحصل عشان في بلاد كتيرة بدأت تفلس وممكن الناس تعيش في فقر شوية وقت يعني. وعشان كده الأمم المتحدة وافقت على تقديم نظام دفع موحد كده واللي ابتكرته شركة عدن، وده كان اقتراح من العالم روزن سبايك. بس باك ما كانش مقتنع بأن الكلام ده كله هيفيد، علشان برضو لحد دلوقتي مش عارفين عدد الناس اللي اختفت، وهل فعلا الناس دي اختفت ولا الحكومة بتخطط لمشروع تجارب من غير ما يعرفوا الشعب، وخصوصا شركة ستون هي الوحيدة اللي بتتكلم عن البيانات. طب جابتهم منين؟ وطول يعني ما محدش عارف يبقى مش هيبقى فيه سلام في العالم ده. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف مدير رباك متضايق عشان طلب منه ينفذ كلامه وما يقولش اي حاجة من غير ما ياخد رأيه، بس باك كان عنده مخاوف ان مديره ممكن يكون شريك الحكومة في تجربة مخيفة واللي بتهدد الناس بوجود كوارث، بس مفيش دليل واحد بيثبت الحقيقة دي. وباك لحد دلوقتي ما شافش اي شخص يقدر يواجهه ويأكد له اختفاء 90 مليون، وكل البيانات جت من شركة ستون ايجل، ودي حاجة مش منطقية. بس برضو المدير كان عنيد ومنع باك ان هو ينشر استنتاجاته مع المشاهدين عشان ممكن شركتهم تحصل لها ضرر. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف رايفورد لا لنجيل في بيته وكان بتاع مراته ايرن، بس لما مسك تليفونها عشان يدور على نمرة القسيس ما لقاش حاجة متسجلة ولا اتصال من القسيس في الفترة الأخيرة، ده غير ان حساب الكنيسة اتحظر، وكان عنده فضول يعرف السبب الغامض ورا الموضوع ده. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوفه راح الكنيسة واكتشف ان الابواب مكسورة والشبابيك مكسورة، وساعتها جاب عصاية الجولف بتاعته وحاول يدخل الكنيسة ليكون يعني في متمردين جوه، بس غالبا لقى القسيس كان رايد في تابوت. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف كلوي هجم عليها واحد من المشاغبين علشان حاول يسرق شنطتها، وهي حاولت تدافع عن نفسها وعرفت فعلا، بس ايديها ودراعها اتعوروا، وساعتها وهي بتلم حاجتها لقيت كتيب صغير ديني كان في شنطتها. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف القسيس بيقول لرايفورد ان الكنيسة اتعرضت للسطو من شوية مشاغبين، ومحدش عارف ايه السبب، بس غالبا الناس اتجننت ومفكرين ان الكنيسة ليها دور في اختفاء الناس. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف كلوي راحت لواحدة صاحبتها من زمان وهي دكتورة، وطلبت منها تبص على جرحها وقالت لها ان الناس اتجننت والسرقة بقت حاجة طبيعية جدا في الشارع. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف رايفورد لسه موجود مع القسيس اللي طلب منه يمشي من الكنيسة، بس رايفورد كان محتاج يفهم السبب اللي بيحصل علشان حاسس ان الحادثة تعتبر غلطته، بس القسيس حاول يشرح له ان مراته وابنه لو هم فعلا اختفوا من على وش الارض فاكيد ربنا اراد ان حياتهم على الارض تنتهي، بس الموضوع ملوش اي علاقة بتدخل البشر خالص، ولو يوم الحساب قرب فعلا يبقى لازم كلنا نبقى مستعدين لان كل واحد هتبقى اعماله اترفعت. فشوف بقى انت ايه كان اخر اعمالك. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الدكتورة بتطلب من كلوي انها تبقى مؤمنة بالحادثة، الحادثة يعني اللي حصلت للعالم كله، بس كلوي مش فاهمة هل برضو 90 مليون كلهم كانوا مؤمنين قبل ما اختفوا؟ طب اشمعنى هم اللي اختفوا والباقي لا؟ واكيد في ناس كانوا مؤمنين من اللي اختفوا يعني، بس في الاخر اختفوا برضو زي اللي مش مؤمنين. وفي المشهد اللي بعد كده بنرجع تاني مع رايفورد بيتفرج كده على خطبة متسجلة فيديو من قسيس، واللي كان بيقول ان الايمان بربنا هو اساس النجاة من المحنة دي، ولو يوم الحساب قرب فعلا يبقى على الاقل لازم تبعد عن المعاصي والذنوب في الكام يوم الباقيين في حياتك علشان خلاص انت يا اما هتبقى من الصالحين المؤمنين وهتبقى من المشركين والمفسدين في الارض. وبعد كده رايفورد قابل قسيس بنفسه وشكره على الخطبة بتاعته وقال ان الاوان لسه ما فاتش علشان يبقى شخص مؤمن،
وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ديريك بيحاول يخترق نظام الخادم بتاع شركة عدن، بس ما كانش فيه باسورد راضي ينجح علشان نظام الحماية صعب يعني ان حد يتوقع تشفير الكود بتاعه. وفي اللحظة دي جات له رسالة من شخص غريب على موبايله بيقول ان هو عارف كل محاولاته في تهكير الشركة ويبعت له الباسورد وهيقدر يوصل للنظام بكل سهولة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف فيه واحدة زميلة رايفورد راحت تزوره يعني في بيته على امل انهم يكملوا علاقتهم الرومانسية اللي بدأت يعني في الفترة الاخيرة، وهي سابت شركتها وهتشتغل يعني مع الامم المتحدة، وهي مستعدة تقدم كل المساعدة للناس علشان يعرفوا سبب حالات الاختفاء، وعرضت على رايفورد يشتغل معاها بس هو رفض واعتذر على سلوكه علشان الفترة الاخيرة صعبة عليه، بس هو بيحاول يبقى مؤمن وما ركزش على اي حاجة تانية غير اعماله في الفترة الاخيرة. بس زميلته اتضايقت من كلامه يعني عن الدين وعن شخصيته اللي اتغيرت وثابته يعني ومشيت. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ديريك اتصل على باك وقال له ايه اللي حصل بالظبط. وفي الوقت ده بنشوف نشرة اخبار بتقول ان نيكولاي كارباسيا وصل للأمم المتحدة وفي جماهير كتيرة مستعدة تقابله بكل حماس. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف باك راح يزور ديريك واللي بدأوا يتكلموا عن نظام التشفير بتاع شركة عدن، وشكل النظام بتاعهم طلع نظام بيركز على الفلوس وفي خوارزميات القياسات الحيوية والتقييمات الاجتماعية كمان، ولا يقدر يتحكم في النظام ده هيعرف يتحكم في العالم كله وحتى يقدر يشتري كل الموارد الغذائية. وبين كده على الشخص الغامض اللي بعت الباسورد لديريك مستعد يعني يساعدهم ويقدم كل البيانات لباك عشان ينشرها للناس ويعرفهم الحقيقة. وديريك اقترح انهم يقابلوا الشخص ده قبل ما يتقبض عليه او عليهم يعني، لانهم مش عارفين الشخص ده موجود ولا لا، ممكن يبقى حوار معمول من مكتب التحقيقات الفيدرالي، بس لو المعلومات هتفيد فعلا ساعتها يقدروا ينشروها برضو. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف باك بيعترف لمساعدته ان هو خلاص لقى الدليل وهيطلع على شاشة التلفزيون في اقرب وقت وهيفضح الشركات القاذرة دي، بس ما كانش عارف ان في الوقت ده في حد بيصور الادلة بتاعته واللي اتصل على الشركة التحليلية بعد كده. وفي الوقت ده المدير جاب باك وقال له ان هو يستقيل. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف رايفور بيقنع كلوي تيجي مع الكنيسة، بس هي رفضت عشان واخدة بالها من واحدة عجوزة ومريضة ولسه شغلها مش هيخلص دلوقتي. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف رايفورد راح الكنيسة لوحده وبيحاول يقرأ كده الكتب الدينية اللي فيها يعني ويفهم معناها، وساعتها الست العجوزة وكلوي وصلوا الكنيسة علشان الست العجوزة كان عندها أسئلة عن نهاية العالم ومحتاجة تعرف الأجوبة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف ديريك بيلفت انتباه باك لسطر مكتوب فيه 3 تواريخ بتعلن عن أيام الاختفاء من حوالي يومين أو أكتر، بس أصلا يعني سطر الكود ذات نفسه مكتوب من وقت طويل جدا ومن قبل ما الحالات دي تحصل أصلا، ويبقى كده صاحب شركة عدن طلع عارف كل حاجة قبل ما الحالات بتاعت الاختفاء تحصل. وباك حاول مرة تانية يلاقي شخص كده يكون شاف الناس دي وهي بتختفي قدامه، وطلب من ديريك يدخل 3 أسماء عشوائية في النظام، بس الأشخاص دي ما كانوش موجودين في النظام بالرغم من كمية البيانات المهولة، بس الموضوع فعلا طلع متفبرك، وعلشان كده قرروا يروحوا يقابلوا الشخص اللي بيحاول يساعدهم. وباك كان بيساعد الموظف في شيل الأدوات بتاعتهم، وديريك ركب العربية ولاحظ اللي فيه قنبلة موقوتة في العربية وحذر صاحبه باك بسرعة والعربية انفجرت بيه. وفي المشهد اللي بعد كده بتشوف كلوي بتقول يعني دلوقتي لو كل الناس اللي اختفت من على الأرض وكلهم ما كانوش مؤمنين اللي ممكن يحصل لهم؟ فقال لها إن ربنا لوحده هو اللي عالم، هو اللي يعاقبهم أو يدخلهم الجنة، ودي حاجة في علم الغيب، بس الدين بيقول لو أنت مش مؤمن بالله يبقى عقابك هيبقى العذاب في النار، وكده كده كل الناس هتموت، بس لازم ندعي في الفترة دي كلنا علشان لو هنموت يبقى عندنا استعداد وإيمان قبل ما نواجه ربنا. وفي الوقت ده صاحب شركة عدن كان بيطلب من نيكولاي ان هو يدعم مشروع شركته، بس نيكولاي متأكد ان كل حاجة ماشية تمام من غير اي دعم منه. وفي نفس الوقت كده القسيس كان بيقول ان يوم القيامة محدش يعرف هيجي امتى، بس في علامات بتأكد لك كده انه بيقرب وهتتسأل ساعتها عن ايمانك بالله والملائكة. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف كلوي راحت المقبرة، وفي الوقت ده باك راح اوضة ديريك السرية عشان يجيب اللابتوب بتاعه، بس الفيدراليين لاحظوا كده وحاولوا انهم يمسكوه، بس باك استخبى في صندوق الزبالة، والعملاء كانوا متضايقين جدا علشان المذيع هرب منهم، وواحد منه ضرب طلقة كده عشوائية على صندوق الزبالة وطلقة جت في اللابتوب بتاعه بالغلط. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف نيكولاي بيقول لصاحب شركة عدن ان هو اختاره عشان يبقى خليفته في البلد. وفي نفس الوقت بنشوف مشهد لباك وهو مرعوب علشان عارف ان الشرطة بتدور عليه في كل مكان، وعرف ان الشرطة راحت مكان شغله وبيسألوا عليه في بيته. وفي المشهد اللي بعد كده بنشوف الدكتور راحت الكنيسة وسألت رايفور لو كان هو ومراته مؤمنين فعلا
فليه راي بيلوم نفسه يعني لحد الوقتي، وقالت له ان ايرين ممكن تكون تعبت من الدنيا ونفسها تروح للآخرة عشان ترتاح، وربنا استجاب دعوتها. وراي قال لها انه بقى مؤمن في الفترة الأخيرة وبيحاول يبقى عنده معرفة اكتر، وحتى لو الواحد عنده الشكوك طول الوقت فدي حاجة طبيعية. وفي الوقت ده بنشوف كلوي بتزور قبر امها وفتحت لها يعني التابوت ولقيت فستانها بس. وبعد كده بنشوف الاسيس بيقول خطبة عن حالات الاختفاء وانها بسبب ارادة ربنا، بس باك ما كانش مصدق الموضوع ده. وساعتها باك اتصل على شركة ستون ايجل وقال لهم ان هو عارف كده حاجة يعني، وهيعمل اللي يقدر عليه عشان يفضحهم. وساعتها الموظف راح لنيكولاي اللي طلب منه يجيب له باك، وساعتها باك راح لراي وكلوي وعملوا مخطط كده عشان يفهموا هدف شركة ستون ايجل من الموضوع كله يعني. وقال شركة عدن على علاقة باللي بيحصل ولا لا، علشان احتمال بسيط يكون صاحبها ورا كل اللي بيحصل ده، ده غير كلمة السر اللي اتبعتت بشكل غامض، ولازم يوصلوا الخطة في أسرع وقت عشان يكشف الحكومة على حقيقتها ويعرفوا مكسبهم يعني من القضية دي. وبعد كده باك ودع كلوي ومشي. وفي الوقت ده بنشوف باك مع روزان سبايك اللي كان بيحلم بقاله كتير يبني معبد كبير على جبل الهيكل علشان الناس يعني تلحق يعني تتوب قبل ما البشر كلهم يختفوا من على الأرض. بس باك كان في حالة ارتباك كبيرة ومش مصدق ان التفسير هيبقى نهاية العالم، وعيط وطلب من ربنا يرشده للهدى، وراح يقابل مدير الاستوديو عشان يروحوا اجتماع في الأمم المتحدة ويتكلموا فيها على شركة ستون ايجل وانها بتسرق فلوس الناس وعاوزة تعمل أزمة وتخلي الشعب في فوضى. ولما نيكولاي سمع الكلام ساعتها قال ان هو هيفكر في الموضوع بالشكل ده، بس يا ترى مين النظام ممكن يفكر يدمر العالم بالشكل ده؟ وساعتها اخذ مسدس وقتل صاحب شركة عدن، وكله كان شايف عملية الإعدام بس محدش قال حاجة. ونيكولاي قال ان هو يتأكد بنفسه ان الناس هترجع الحياة تاني. ولما باك سأله يعني هيعمل كده ازاي، ساعتها كل اللي في اجتماع مشوا، وباك كان محتار ازاي محدش عاوز يهاجم نيكولاي. وساعتها طلب المساعدة من مخرج الاستوديو عشان يبدأوا بس ويقولوا فيه على اللي بيحصل. وبعد كده بنشوف نيكولاي في مؤتمر صحفي ولسه كان بيتكلم عن السلام لحد ما باك قطعه واتكلم على كل حاجة نيكولاي عملها في الاجتماع. وساعتها الحراس حاولوا يوقفوا البث ويروحوا لمكان موبايل لباك، بس ما لقوش باك هناك. وساعتها باك هرب على المطار، وراي وبنته والاسيس كانوا مستنين وطاروا بسرعة. والاسيس كان مبسوط جدا علشان باك بقى مؤمن ان سبب الاختفاء هو إرادة ربنا. وساعتها طاروا فوق المدينة وبدأوا يحدفوا كتب دينية على الناس ويتوبوا قبل فوات الأوان، ده غير ان في 60 مليون كمان اختفوا وساعة الحساب على وشك انها تحصل وكله هياخد جزاؤه. طبعا ده فيلم بيتكلم عن رواية فلسفية بحتة ملهاش اي علاقة او بعد ديني، تمام؟ الدين بناخده من اهل الدين بس. وبس كده يا صاحبي بنكون خلصنا العظمته بتاعتنا، واشوفك في العظمته اللي جاية. سلام.